جددت روسيا اتهامها للولايات المتحدة وحلفائها بزيادة عمر الحرب في أوكرانيا عبر مدهم للأخيرة بالسلاح، مع تأكيد على عدم إثمار المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها هذه الدول لأوكرانيا. وفي سياق متصل بالحرب، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الممرات الإنسانية في مصنع أزوفستال في ماريوبول تعمل بشكل طبيعي، فيما أكد قيادي في كتيبة أزوف التي تدافع عن موقع أزوفستال في مدينة ماريوبول أن الروس لا يحترمون وعدهم بهدنة في الموقع المذكور. وسط استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا وتركيز الاستهداف الروسي على مناطق جديدة في الشرق والجنوب الأوكراني، لا تزال مدينة ماريوبول المطمع الأكبر لموسكو. ووفقاً لمراقبين، فإن سقوط المدينة في يد روسيا مسألة وقت لا أكثر. وفي أجدد حزم العقوبات الغربية على روسيا، بريطانيا تعلن حظراً على تزويد موسكو بخدمات المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة، والتي تمثل 10% من الواردات الروسية في هذه القطاعات، بالإضافة لفرض عشرات العقوبات على وسائل إعلام روسية. هذا وفرضت الخارجية الروسية حظر دخول لأراضيها على عشرات المسؤولين اليابانيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني، وذلك بعد انضمام طوكيو للدول الغربية في فرضهم للعقوبات على روسيا بسبب حملتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية. وفي سياق آخر، وعقب تقارير صحفية تفيد بتزويد واشنطن معلومات استخباراتية ساعدت كييف في قتل قادة عسكريين روس، أكد الكرملين أن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها. أدرجت روسيا 7 دبلوماسيين دنماركيين تحت قائمة غير المرغوب بهم وطردتهم رداً على طرد الأخيرة ل15 دبلوماسياً روسياً الشهر المنصرم. كما اعترضت روسيا على الدعم الدنماركي لأوكرانيا، وقالت وزارة خارجيتها إن هذه التحركات والسياسات ستلحق الضرر لا محالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد موسكو على احتفاظها بحق الرد المناسب. هذا وأطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة بلاده في حربها ضد روسيا وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد. ودعا زيلنسكي العالم للتبرع بالأموال لدعم جيش بلاده وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة إلكترونية لاستقبال هذه التبرعات. إذن من كييف ينضم إلينا الدكتور محمد فرج الله، الخبير بالشؤون الأوكرانية وأوروبا الشرقية، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. كيف بإمكانك أن تصف الوضع ميدانيا حتى هذه اللحظة؟ تحية لكم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. بالطبع الوضع اليوم ميداني هو متفاوت. إذا نظرنا إلى الجبهة الجنوبية الشرقية في ماريوبول، بالطبع العدو الروسي يسيطر شبه سيطرة كاملة على المدينة ويعمل على إحكام قبضته عليها، ويقوم بعملية إجبار الآن من تبقى من السكان بعملية تنظيف الشوارع من الدمار، لأنه وفق المعلومات الاستخباراتية يحضر لما يسميه عرض عسكري للنصر في هذه المدينة. إلا أن أزوفستال لا زالت تقاوم، وحتى اللحظة يبقى هذا القلعة عصية على الجيش الروسي. إن نظرنا إلى شمال الدنباس أو إلى محيط وإزيوم التي الجيش الروسي منذ 3 أسابيع يحاول تطويقها، اليوم صباحا رسميا بدأ الجيش الأوكراني بهجوم مضاد اليوم على الجبهة باتجاه باباسني وروبيجني وإزيوم. بدأ الجيش بشكل قوي جدا، الجيش الأوكراني، بدحر العدو الروسي عن المدينة المليونية، وكذلك بدأ يقطع الخطة الأساسية للروس وهي تطويق القوات الأوكرانية في الدنباس. هذا يأتي بعدما شهدنا يوم الأمس أن طبعا هذا كله يأتي ضمن الدمار الممنهج الروسي لأوكرانيا. يوم الأمس قصفوا محطة القطارات ترام المدنية في مدينة خاركوف، وهكذا تصبح خاركوف بلا مواصلات كهربائية. قصفوا محطة فرعية للطاقة الكهربائية في خاركوف وفي لفيف، أي أن العملية التي يقوم بها عملية تدمير ومنهج البنية التحتية. أما الجيش الأوكراني لم يستطعون عليه بشيء، لذلك الآن الروس يحققون بعض النجاح المؤقت في جنوب الدنباس،
والجيش الأوكراني يدحره من شمال الدنباس. من جهة أخرى على الموضوع السياسي جدا، اليوم جرى اتصال والمرة الأولى الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الألماني، استمر 45 دقيقة وقدم به اعتذار رسمي. ألمانيا قدمت اعتذار رسمي للرئيس الأوكراني ولأوكرانيا عن موقفها السابق الداعم لموسكو، وأكد بأنه منذ هذه اللحظة ألمانيا أصبحت مقتنعة وتحترم طبعا وتعرب عن إعجابها للشجاعة الأوكرانية، وبدأت تتعهد بدعم أوكرانيا سواء عسكريا أو اقتصاديا. وتجلى ذلك اليوم في مؤتمر المانحين في وارسو، حيث عندما أغلق هذا النهار جمع تبرعات 6 مليارات يورو دعما لأوكرانيا في القطاعات المدنية. نعم، هذا الدعم الآن من المفترض أن يوجه لإعادة إعمار أوكرانيا، في برأيك أمام هذا المشوار وأمام هذه الحرب العسكرية الدائرة، فكيف بالإمكان الوصول إلى مرحلة من ذلك؟ طبعا أوكرانيا تعي جيدا بأن روسيا من أهدافها ليس فقط هي تحقيق هدف سياسي، وطبعا الهدف أصبح واضح بأنه فشل، فهي لم تحقق حتى اللحظة أي هدف استراتيجي، لم تسيطر على أي مدينة قوية، والأهم من كل ذلك هي أرادت إبعاد الناتو عن حدودها، لأن دولة محايدة أوكرانيا محايدة. وإذا به اليوم أوكرانيا تصبح أكثر دولة مقتنعة بضرورة أن تكون دولة طبعا لديها قوة عسكرية ولديها قوة اليوم لتدافع عن نفسها من جهة. من جهة أخرى فيما يخص الموضوع الهام واللي طبعا سمعته في تقريركم، اتهامات الروسية لواشنطن بأنها تتهم واشنطن بتزويد أوكرانيا بالسلاح، أن هذا يطيل أزمة الحرب. يعني أنا أستغرب من المنطق الروسي، هل مطلوب من أوكرانيا أن تستسلم كي ترضى روسيا؟ أما الإعمار، أوكرانيا تعي بأن روسيا تريد أن تحول أوكرانيا إلى دولة فاشلة ومدمرة اقتصاديا. لذلك الرئيس الأوكراني في حواره الأخير مع وسائل إعلام عربية توجه العالم العربي محذرا بأنه إذا حدث جوع، وعلى الأغلب سيحدث نقص حاد في المواد الغذائية في الشرق الأوسط، بأن هذا بسبب محاصرة روسيا للموانئ الأوكرانية. من جهة أخرى اليوم هذا الدعم الأوكراني مهم جدا لإعادة بناء الجسور، لإعادة إعمار طبعا محطة الطاقة الكهربائية، ولكي تدور عجلة الاقتصاد، أي أن أوكرانيا ترسل تحديا بأنها لن تنتظر نهاية الحرب كي تبدأ في الحياة، هي الآن تبدأ بالحياة. وهذا يتجسد بأن 20 إقليما في أوكرانيا بدأوا موسم البذر وزراعة الحبوب، ليقدموا العالم بأنه رغم أن أوكرانيا تنزف دما، إلا أن أوكرانيا تشعر بأن عليها واجب أخلاقي واقتصادي ضمن الأمن الغذائي العالمي. ولكن على العالم اليوم أن يمارس ضغطا على روسيا كي تصل هذه الحبوب إلى دولها. واسمحوا لي أن أستغل الفرصة لأشير لموضوع هام حتى الآن لم ينشر بالإعلان العربي. عندما احتلت روسيا إقليم خرسون مؤقتا حتى اللحظة والمعارك مستمرة، سرقت 300 ألف طن من القمح وحاولت بيعها إلى مصر، ويوم الأمس رسميا مصر رفضت قبول هذا القمح المسروق والذي الآن أصبح في عرضة. أي أن روسيا ليست دولة مارقة، روسيا اليوم تمارس القرصنة وتمارس السرقة العالمية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فرج الله، الخبير بالشؤون الأوكرانية وأوروبا الشرقية، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية.